للدور الرقابي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ضمان شفافية الرئاسية القادمة، ودعوة للتنسيق بين كل الأطراف لإنجاح الموعد. الفريق أحمد قايد صالح يشدد على أهمية اليقظة العالية والعمل الاستباقي لأفراد الجيش الوطني الشعبي في لقائه بقيادة الناحية العسكرية الأولى، مكتسب عدل واحد واثنين بإمكانهم تسديد الأشطر المالية المتبقية ومتابعة أشغال الإنجاز عبر تطبيق إلكتروني جديد شهر فبراير المقبل. تابع أيضاً المعرض الدولي للسيراميك والرخام يختتم بعقد شراكات للتصدير، وخريج مراكز التكوين المهني بتيارت يسهمون في مردود المؤسسات المصغرة. نتابع أيضاً ومن المشهد الثقافي من حديقة براغ إلى حديقة عمر الزاهي، مسيرة هيام وإلهام بين الفنان والمكان. نشرة الأخبار، أهلاً بكم. بداية وبدعوة من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، يحل مساء اليوم وزير الشؤون الخارجية لفيدرالية روسيا سيرغي لافروف يحل بالجزائر في زيارة تدوم يومين، وهذا في إطار الحوار السياسي المنتظم والمشاورات الدائمة بين البلدين منذ التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى روسيا في 2 أبريل 2001. كما تأتي هذه الزيارة عشية انعقاد الدورة العادية للجنة العليا المختلطة الاقتصادية الجزائرية الروسية، والمزمع عقدها بموسكو من 28 إلى 30 من شهر جانفي الجاري. انطلقت اليوم أشغال اجتماع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ورئيس الهيئة عبد الوهاب دربال. عبد الوهاب دربال الذي أكد أهمية الدور الرقابي للهيئة في ضمان شفافية الانتخابات الرئاسية القادمة، داعيا كل الأطراف إلى التنسيق من أجل إنجاح هذا الموعد. كما أكد نور الدين بدوي أن استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للرئاسية المقبلة رسخ مرة أخرى إرادته في إرساء وتوثيق الديمقراطية في ظل دولة تحترم التزاماتها ومواعيدها الانتخابية. من جهته أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أكد إرادة رئيس الجمهورية في تقوية بناء المؤسسات وتعزيز شروط استقرارها من خلال حرصه على احترام المواعيد الانتخابية وإجرائها في مواعيدها المقررة. نستمع. ها نحن مرة أخرى في موعد انتخابي ثالث، ويطيب لي بهذه المناسبة أن أهنئ الأخوات والإخوة الذين تم تشريفهم بثقة فخامة رئيس الجمهورية وتعيينهم كأعضاء جدد مكان آخرين كانوا معنا في الموعدين السابقين، فمرحبا بهم في أسرتهم الجديدة والكبيرة، آملين أن يكونوا إضافة إيجابية في حمل أمانة الثقة والحياد والسهر على حماية اختيار المواطنين وصون أصواتهم. إنكم أمام موعد انتخابي هام وفارق في حياة البلاد، وإنكم تقفون على ثغر حقيقي في حماية البلد وسكينته العامة، وبين أيديكم أمانة كبرى تسألون عنها أمام الله وأمام التاريخ. فاظهروا من أنفسكم الجدية التي تعاهدنا عليها معاً، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لقد أعلن فخامة السيد رئيس الجمهورية بال18 من الشهر الجاري استدعاء الهيئة الناخبة انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو بذلك يقطع الشك باليقين ويرسم مرة أخرى إرادته
في إرساء وتوثيق التقاليد الديمقراطية في عمق المجتمع والدولة ومؤسساتها. إنه بذلك يبرهن بما لا يدع مجالا للشك بأننا في ظل ديمقراطية دستورية حقا بها دولة قائمة بمؤسساتها تحترم التزاماتها ومواعيدها الانتخابية ومسرة على السماح للشعب من إنفاذ إرادته السيدة بحرية ومسؤولية. إن مرحلة ما بعد التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي جاء بعد مسار إصلاحي متعدد باشره فخامة رئيس الجمهورية هي مرحلة هامة في مواصلة هذا الإصلاح وتعميق التجربة التي ما فتئت تزداد اكتمالاً ونضجاً كل يوم وفي كل موعد من مواعيد الانتخابية كما سرناها وصرناها. ولا شك أن صدور القانون العضوي المتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وما رافقها من تنزيل تشريعي للمبادئ الدستورية الأخرى والمتعلقة بتعزيز مكانة السلطة القضائية ومجالات الحقوق والحريات الفردية والجماعية هي كلها مكاسب مضافة معززة لما تم تحقيقه من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. هذا وانطلقت اليوم عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تمتد إلى غاية 6 فبراير المقبل، وذلك طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وعليه تدعو وزارة الداخلية المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية لسيما البالغين سن 18 كاملة يوم الاقتراع، تدعوهم إلى طلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم. وبالنسبة للناخبين والناخبات الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديدة أو الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل، على أن يرفق طلب التسجيل بوثيقة تثبت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة. هذا وتبقى المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلدية مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية 4:30 مساء باستثناء يوم الجمعة، يختم بيان الداخلية. هذا ويذكر المجلس الدستوري في بيان له بشروط الترشح المحددة في المادة 87 من الدستور والتي تقضي على أن يكون المترشح لم يتجنس بجنسية أجنبية، أن يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم، أن يدين بالإسلام، أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الانتخاب، أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، أن يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح، أن يثبت، يضيف البيان، أن يثبت مشاركته في ثورة 1 نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل جويلية 1962 أو 1940، وأن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة 1 نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.
أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجها، كما أعلنها المجلس الدستوري في بيانه أنه بناء على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية في 17 يناير 2019، وطبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يعلن المجلس الدستوري أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي سيجرى في 18 أفريل المقبل سيكون يوم 3 مارس 2019 في منتصف الليل. وهذا طبقا، يضيف البيان، طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي ينص على أن التصريح بالترشح يودع في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. وأوضح البيان أن إيداع ملف الترشح يتم من قبل المترشح، يتم لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام، مع تحديد موعد مسبق لإيداع ملف الترشح، كما يجب على المترشح أن يودع استمارة التوقيعات لدى المجلس الدستوري مدونة في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي في الوقت نفسه الذي يودع فيه ملف الترشح. يختم بيان المجلس الدستوري بخصوص شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. تميزت زيارة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الأولى، تميزت بترأسه مساء أمس رفقة اللواء علي سيدان قائد الناحية. اجتماعا ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأركاناتهم وكذا قادة وحدات الناحية السيد الفريق، وفي كلمته التوجيهية أمام الإطارات أكد أهمية اليقظة العالية التي تتسم بها كافة جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي في جميع المجالات. المزيد مع إلهام عشير. السيد الفريق ذكر بالمناسبة بالعملية العسكرية النوعية والشجاعة التي قامت بها وحدات من قواتنا المسلحة لإفشال المحاولة الإرهابية الجبانة التي استهدفت المركب الغازي بتيغنتورين قبل 6 سنوات مضت. فليقظة وكذلك الوعي بمدى تأثيرها على مجرى الأحداث وسرورياتها، وهو نهج نوليه في الجيش الوطني الشعبي توافق مع توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الأهمية التي تليق به نتلامس من خلاله تجميع كافة عوامل الجاهزية والاستعداد العملياتي والقتالي العالي، ولنا في المحاولة الإرهابية فاشلة بتيغنتورين أحسن مثال على ما نقول تلك العملية التي أريد لها من قبل أطراف عديدة أن تكون اختبار لقدرات القوات المسلحة، وأريد لها أساسا من بعض الأطراف الحاقدة التقليل من قدرة الجيش الوطني الشعبي في التخطيط والتنفيذ الناجح للعملية العسكرية بهذه الحساسية وبهذا الحجم وفي ظل تلك الظروف. والهدف هو توظف هذه العملية الإرهابية توظيفا خبيثا وقادرا ليضرب صورة الجزائر بين الأمم، فخابت حساباتهم جميعا وتأكد للقاسي والداني من خلال العمل البطولي للجيش الوطني الشعبي أن للجزائر جيش يحميها بعد الله سبحانه وتعالى. السيد الفريق أكد على أن اليقظة الحقيقية تتمثل في إدراك أبناء الجزائر المخلصين في جميع مواقعهم، إدراكا تاما لخلفيات وأبعاد الأحداث والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا برمتها. إن اليقظة الحقيقية تقتضي تجندا وتعبيد كافة أبناء الجزائر المخلصين واعتبار أنفسهم معنيين جميعا وبعمق المساهمة كل حسب استطاعته في حفظ بلادهم من أي مكروه، وإن يدركوا كذلك بأن الجزائر تستحق من أبنائها المزيد من الوعي
والفهم الصحيح والإدراك الوفي الكافي لخلفيات وأبعاد ما يحيط ببلادنا وبمنطقتنا. ولعل أهم هذه التحديات على الإطلاق هو التحدي الأمني الذي بات يمثله الإرهاب على أمننا واستقرارنا بل وعلى استقرار المنطقة بأكملها، وهو ما يملي على الجيش الوطني الشعبي سيري الجيش الوطني من باب الوطنية والغيرة على هذا الوطن المفدى، ومن باب التمسك بالنجاح الكامل بواجب بل ومسؤولية إتمام مهمة حمايته حماية تامة في كاف ظروف والأحوال. السيد الفريق استمع بعد ذلك إلى عرض قدمه قائد الناحية حول الوضع الأمني ومختلف المسائل الأمنية بإقليم الاختصاص. كافة وحدات الناحية ومفارزها المقحمة في مكافحة الإرهاب عازمة كل العزم على العمل دون هوادة ولا كلل لأجل الاستئصال النهائي والحاسم للشراذم الإرهابية اليائسة المتبقية بإقليم الناحية، ناهيك عن محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة والهجرة الغير شرعية. كما استمع السيد الفريق لعروض قادة القطاعات العملياتية ورؤساء المصالح الأمنية ليزدي جملة من التوصيات والتعليمات والتوجيهات تصب جميعها في ضرورة المواصلة والمثابرة في أداء المهام الموكلة بالفعالية اللازمة والمطلوبة. انطلقت اليوم بقصر الأمم بنادي صنوبر فعالية ودورة الرابعة لاجتماع اللجنة الأمنية الجزائرية المالية التي ترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون ونظيره المالي آزر كاكامات، وهذا بحضور عدة خبراء من مختلف المصالح والأسلاك الأمنية للبلدين قصد دراسة عدة قضايا تندرج في إطار التنسيق والتعاون الأمني ثنائي بين الجزائر ومالي. ويعقد هذا اللقاء في ظل التحديات التي تواجه المناطق الحدودية خاصة ما تعلق بالجريمة المنظمة وظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. إن تحقيق السلم والأمن في الدولة الشقيقة مالي مسعى طالما عملت الجزائر على تجسيده بتوجيهات وتعليمات سديدة من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لا سيما من خلال اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر والذي سجل تقدم معتبرا في مراحل تنفيذه، كما يبقى الإطار والمخرج الوحيد للأزمة في مالي من خلال تكريس لغة الحوار والحل السلمي للحفاظ على وحدة التراب المالي وسيادته ولحمة شعبه. De rappeler que la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali ont de longue date, sont de longue date, unies par des relations d'amitié, de fraternité et de coopération. Dans le cadre du renforcement de ces relations, divers mécanismes ont été mis en place à travers notamment la Grande Commission mixte de coopération, le Comité bilatéral frontalier, le Comité mixte, la Commission mixte de sécurité. أشرف اليوم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل على الإطلاق التجريبي لتطبيق يمكن المكتتبين من متابعة مراحل تقدم الأشغال بالمشاريع السكنية الخاصة بهم. التطبيق الذي يطلق الشهر المقبل سيكون متاحا لكل المكتتبين عبر التراب الوطني. يقول سعيد دبال: التطبيق الذي سيطلق شهر فبراير المقبل سيسمح لكل مكتتبي عدل 1 و2 من استكمال عملية دفع الأشطر المتبقية ومتابعة عملية سيرها، سواء من حيث تقدم الملف أو سير الأشغال على مستوى الورشات. هذا التطبيق إن شاء الله تقدروا يبدأ الاستعمال الرسمي تاعو في خلال شهر فبراير، مع إن شاء الله تكون هناك مرحلة نبدأه وتكون مرحلة على بيرفكتاسيون اللي نوصلها للمود فيبري عبر كامل التراب الوطني في عدد كبير من السكنات، وهذا تبقى لتعليمات معالي وزير السكن والعمران باش نسهل المهمة على كل المكتتبين.
التطبيق الذي سيكون متوفرا حصريا على موقع وكالة عدل سيمكن أيضا المكتتبين من تحديد الموعد مع الموثق لإمضاء العقد دون إعادة تقديم الملف. وهذا قصد السماح لكل المكتتبين في البرنامج عدل 2 وعدل 1 واللي يقدر بأكثر 560 ألف مكتتب لعدل 2 وأكثر من 79 ألف لعدل 1، وهذا لتتبع جميع المراحل المتعلقة بالملف المكتتب إلى غاية الوصول إلى الموثق. وقبل إطلاقه رسميا حظي بعض المكتتبين بمتابعة ملفاتهم على المباشر كتجربة للمستفيدين. C'est une bonne application par rapport qui m'a connu avant. Avant, j'ai dû me déplacer. On fait du lot de versement par poste. On va attendre le 5 juillet pour faire la chaîne. Pour la chaîne, des fois, on réhoute le soir, le soir, le soir, ça dépend peut-être la journée complète. Mais donc actuellement, ça va. Cette tbiq, c'est un kamel l'omor. Ou on a fait place, c'est pas la peine de me déplacer le week-end. كما تسمح هذه الآلية الإلكترونية بتقديم الطعون ومتابعتها آنيا في أجل أقصاه 15 يوما. سكن دائما أكثر من 300 مسكن عمومي إيجاري سلمت اليوم ببلدية بوركيكا بتيبازا واستفرحة كبيرة لدى المستفيدين. المتابعة لدلال الماضي. بعد استلامهم قرارات الاستفادة يرحل هؤلاء المواطنون إلى سكنات اجتماعية جديدة مودعين معاناتهم الطويلة. عايش الدق عائلة كومبلي 15 واحد والحمد لله دروك. هذا 2019 راه بشرنا بالخير. نحمدوا ربي على الصحة ونحمدوا ونشكروا العقوبة كاع اللي مازالوا إن شاء الله. نشكر الرئيس بوتفليقة. مادام دولة تاعنا سهرة على كل المواطنين ودخل الفرحة لقلوب الزواولة كان طلب كبير من طرف المواطنين أنه يكون عملية التوزيع في أقرب وقت ممكن. قمنا اليوم بتوزيع 379 سكن اجتماعي وإن شاء الله العملية ستستمر. أما بالنسبة للبلدية الأخرى بلدية أحمر العين راح تستفاد من 490 ساكن اجتماعي. بالنسبة لبلدية سيدي راشد أنا نبشر ناس بلدية سيدي راشد أن العملية رانا قريب نختموها والسكنات راهي في الروتوشات الأخيرة. هذا وستعرف ولاية تيبازا تسليم أكثر من 9000 وحدة سكنية هذه السنة. الولاية تعرف تسليم حصة كبيرة حوالي أكثر من 9000 وحدة سكنية في صيغتي الإطار في الإيجار العمومي والقضاء على السكن الهش. فيما تتوصل عملية دراسة الطعوم بالنسبة للمقصيين. رهان كبير على تغطية الطلب الوطني والمضي قدما في مسار التصدير، وما خلصت إليه فعالية الصالون الدولي للرخام والسيراميك، حيث يعتزم الناشطون في هذا المجال إطلاق استثمارات كبيرة. يقول ربح مداوي. لقاءات أعمال من زوار مهنيين لهذا المعرض الدولي في يومه الثالث والأخير لعلها تثمر بمشاريع شراكة مع عديد الشركات الدولية الممثلة فيه من تركيا من الهند والصين. في هذا المعرض الدولي الأول للسيراميك لرخام وتحويل الحجارة الطبيعية والتجهيزات المرافقة لها والتي سجلت فيها الصناعة الوطنية إنتاجا ب 120 مليون متر مربع في 2018. اليوم المشكل في الاستخراج، لازم لونا جاي تستخرج، لونا ماربر تستخرج، شركات اخرين يستخرجوا من المناجم تاع الحجر الخاص للتزيين هذا. من ثم لا ترانسفورماسيون لا بلو سامبل، التحويل يكون اسهل. اليوم لازم نستخرجوا اكبر كميات من الحجر والرخام. امكانيات تقنيات خاصه. احنا نخدموا الاستخراج من المنجم وعندنا شركه جديده فيها مركب صناعي كبير يعني فيه استغلال في التحويل، تحويل الرخام
إنتاج فيه إبداع فيه جودة بنسبة اندماج تقارب 100% بالنسبة للرخام وتحويل الحجارة الطبيعية فيما تقل عن ذلك لمادة السيراميك في وحدات بعضها يعود لأكثر من 4 عقود من النشاط وأخرى حديثة النشأة في قطاع مفتوح للشراكة وبه قدرة كبيرة على التصدير. عدل بما يخص المادة الأولية 90% الآن الحمد لله. واش بقى احنا حبينا نوسعوا لاسيات دو برودكسيون تاعنا وحبينا ان شاء الله نكونوا دون اون زون اندستريال ماشي زون داكتيفيتي ولا ام تي اونغار ولا مشروع كبير ونوصل حتى 300 خدام ان شاء الله. 41 سنه وحنا موجودين في, 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 في السوق الوطنيه الحمد لله. درنا تصدير للدول الافريقيه خاصه هذه السنه درنا في اواخر سنه 2018 عمليه تجربه في الحقيقه c'était une expédition de test au Sénégal. Nous sommes en train, pas de finaliser, mais on peut dire finaliser pour faire un partenariat ici en Algérie pour la fabrication des petites machines. Les petites machines, pourquoi au profit des jeunes dans le cadre de l'ANSEJ. من الاستيراد إلى التصدير مسار في طريقه للتجسيد في هذا النوع من الصناعة التحويلية المستغلة لثروة منجمية هائلة. في مجال الاستثمار دائما تمكن شباب من حاملي الشهادات من إنشاء مؤسسات مصغرة بولاية تيارت وفرض وجودهم في السوق الوطني المتابعة لعبد الملك بن خالد. تشجيع الشباب في إنشاء مؤسسات مصغرة بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل هو حال هذه المؤسسة الخاصة المتواجدة بتيارت والمختصة في نجارة الألمنيوم والتي استطاعت بعد أكثر من 10 سنوات توسيع إنتاجها. بعد ما كملت التخصص تاعي في التكوين المهني جيت هنايا للشركة التحقت بها ايوا استقبلوني وخلينا نخدم في التخصص اللي قريت عليه. راني في مشهور في الشركة هذه لاني ما لقيتش فرصه في التخصص تاعي الشهاده الجامعيه اللي عندي، لقيت فرصه هنا في الشركه هذه. شركه مختصه في انتاج وتصنيع نوافذ الابواب البلاستيكيه، كما تقوم الشركه بتوظيف خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، كما نوظف حاليا 35 موظف مباشر و70 غير مباشر، ولدينا طموحات مستقبليه بتوسعه للمشروع بطاقه انتاجيه حوالي 8000 وحدة سنويا. الجودة والنوعية هي ما تراهن عليه هذه المؤسسة لفرض إنتاجها في السوق الوطنية. المادة الأولية اللي نخدموا بها هذه النجارة سي ميلونج دو بلاستيك سي دي بي في سي متوفر حاليا افيك دو غام لا غام بلونش افيك اون غام فو بوا. فيما يخص التغطية تغطية السوق الوطني عندنا ما يقارب 15 نقطة توزيع على المستوى الوطني. دعم إنشاء المؤسسة الناشئة من خلال مرافقة الدولة سيؤدي لا محالة للحد من البطالة. افتتحت منذ قليل بالجزائر العاصمة 13 للتقرير الاقتصادي السنوي حول الجزائر بحضور وزير التجارة سعيد جلاب ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ووزير الاتصال جمال كعوان، حيث عرضت مجموعة أوكسفورد بيزنس جروب تقريرها ل 2018 حول فرص الاستثمار بالجزائر طبقا لدراسة معمقة لمختلف القطاعات في الاقتصاد الوطني. التقرير أبرز التطور الاقتصادي الإيجابي للجزائر المبني على الحوكمة والفعالية في القطاعين العام والخاص وتحسن مناخ الأعمال. كانت لنا فرصة كوزراء وأنا كوزير التجارة لنعطي لمحة على الديناميكية الجديدة اللي تقوم بها الدولة الجزائرية لتطوير الصادرات. ما يخفيكمش بأن موضوع الصادرات خارج المحروقات أصبح من المواضيع ذات الأهمية الكبرى وتكلم عليها فخامة رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري تاع 26 سبتمبر وين تكلمنا كان فيه توجيه كامل على الصادرات خارج المحروقات. تقرير تاع أوكسفورد بيزنس جروب أظن هو الرابع لهذه السنة أصبح مرجعية في تحليل وتقديم وضع الاقتصاد الوطني. مرجعية لماذا؟ لأنه العاملين فيه مهنيين اقتصاديين وخبراء ذو يعني خبرة عالية ما تعرف بهم
التقرير مهني 100%. Cette nouvelle stratégie économique en fait commence à porter ses fruits dans un certain nombre de secteurs. On l'a remarqué cette année, par exemple, il y a certains secteurs qui étaient des secteurs purement importateurs, où l'Algérie avait, en fait, dépendait uniquement sur l'importation pour subsister sur un certain nombre de produits clés qui sont devenus, à l'inverse, des secteurs exportateurs. في إطار نشاطاتها خارج الإطار التشريعي واستكمالا للعمل المتعلق ببعثات الاستعلام المؤقتة، عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني جلسة استماع حول الأملاك الوطنية والحفظ العقاري ومسح الأراضي بولايات بومرداس، باتنا، بسكرة، وهران، تلمسان والبليدة. الجلسة حضرها وزير المالية عبد الرحمن راوية ووزير العلاقات مع البرلمان محشوب بدة. نبقى بالمجلس الشعبي الوطني، حيث عقدت اليوم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات جلسة عرض خلالها رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. كما استمعت اليوم لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، استمعت إلى عرض حول مشروع القانون المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، حيث أوضح المدير العام للمصالح البيطرية بالوزارة الوصية أن تعديل القانون يهدف أساسا إلى إنشاء التنظيم الوطني للبياطرة. من التجارب الناجحة في مجال تربية الدواجن بمنطقة عين والسارة بالجلفة، مستثمرة لأحد الخواص الذين استطاعوا تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج اللحوم البيضاء وتوزيعها عبر كامل ولاية الوطن، وهبة الدنداني تفصل. مستثمرة رحمن سليم لتربية الدواجن بمنطقة واد البقرة بعين والسارة، مستثمرة تختص في تربية أمهات الطيور لإنتاج اللحوم البيضاء. مرحلة تربية إتال في الصيصان من الخارج في عمر لا يتعدى يوم واحد، ويتم تربيته لمدة 6 أشهر ويدخل في إنتاج البيض المخصب، ثم نذهب إلى مرحلة التفقيس إنتاج صيصان تربية للحوم البيضاء. المستثمرة تسعى إلى تغطية السوق الوطنية من الصيصان لتحقيق الاكتفاء الذاتي. عندنا كوموندير اون فرونسي لي بارامتر، نطبقوا لي بارامتر ديال الفاج، نطبقوا معايير التربية من الأسبوع الأول حتى الأسبوع 24. مستثمرة تعد بمستقبل فلاحي زاهر أمام إرادة طاقة شابة تحتاج إلى مزيد من الدعم. بالعاصمة وتحت الشعار آفاق وتثمين، افتتحت اليوم الطبعة الثانية لمعرض الحمضيات الذي يهدف إلى تشجيع المنتوج الوطني وتثمينها، المتابعة لنجوى قريقة. حماية الأراضي الفلاحية وتوسيع زراعة الحمضيات للرفع من الإنتاج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير هو ما تعمل عليه مختلف المصالح الفلاحية وفق سياسة الدولة لتشجيع الاستثمار الفلاحي. توسيع الأراضي الزراعية في ولاية الجزائر هذا يعطي دفع وقوة، وكما تكلم السيد الوالي فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لأن لا توجد منفعة عامة أكثر من الأمن الغذائي. واليوم المعركة نتاعنا احنا في الجزائر هو الأمن الغذائي، والأمن الغذائي لن يتأتى إلا بتشجيع الفلاح، وفي نفس الوقت يعني مناسبة باش كذلك نزيد نأكدوا الإخوة الفلاحين باللي قررت فخامة رئيس الجمهورية هو لازم نحافظوا على الأراضي الفلاحية. 4 بلديات من العاصمة و4 ولايات عرضت منتوجاتها المتنوعة من الحمضيات والتي اعتمد منتجوها طرقا جديدة في السقي وفق تقنيات حديثة لتحسين الجودة والنوعية. الإنتاج تاعنا السنة تجاوز 14 مليون قنطار، والهدف تاعنا مصرين على مستوى المجلس الوطني لشعب الحمضيات راح نوصلوا إن شاء الله بإذن الله في السنوات القليلة القادمة إلى 20 مليون قنطار.
وفرة الإنتاج تستلزم توفير مرافق التخزين وتوجيه الفائض من الإنتاج للصناعات الغذائية التحويلية لتشجيع الفلاح وتقوية الاقتصاد. إلى أحوال الطقس، حيث تشهد الولايات الوسطى والشرقية من الوطن أمطارا إلى غاية مساء غد، حسب ما أشارت إليه نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، والتي أوضحت أن الأمطار ستبلغ 40 ملمتر، تشمل الجزائر العاصمة البليدة، عين الدفلة، تيبازا، المدية، بو مرداس، تيزي وزو، البويرة، إضافة إلى بجاية، جيجل، سكيكدا، عنابة، الطارف، قالما، سوق هراس وقسنطينة وميلا، وأيضا برج بوعريريج وشمال الصيف، حيث ستبلغ كميات الأمطار 70 ملمتر محليا، كما ستشهد العديد من الولايات عبر مختلف الوطن ريحا قوية قد تصل أو تفوق إلى 90 كيلومتر في الساعة. كشفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اليوم خلال ندوة صحفية كشفت عن حصيلة وكالتي الدعم الاجتماعي، حيث أكد الأمين العام للوزارة أن القطاع خصص السنة الماضية ضمن برامج وكالة التنمية الاجتماعية خصص غلافا ماليا قدره 47 مليار دينار، فيما سجلت الوكالة الوطنية للقرض المصغر أزيد من 50,000 قرض كان للمرأة الحظ الأول أوفر منه. زارت اليوم رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي عدة مؤسسات في ولاية بومرداس، حيث تفقدت ظروف إقامة الأطفال في المؤسسات الاستشفائية ومراكز الطفولة المسعفة، إضافة إلى التكفل البيداغوجي بالمتمدرسين. ان شاء الله خلال هذه السنه راح نواصل الزيارات باش تشمل كل التراب الوطني. حنا هذه الزياره ربما السابعه للولايات المختلفه في ولايات الوطن، وراح نستمروا، وخلال هذه السنه ان شاء الله راح يكون في انشطه تحسيسيه اكثر فيما يتعلق بنشاط الهيئه الوطنيه لحمايه وترقيه الطفوله والتعريف بالرقم الاخضر 1111 لحمايه حقوق الطفل. وايضا خلال هذه السنه راح تكون برامج كبيره، خاصه اطلاق وتنصيب لجان موضوعاتيه لتناول المواضيع محددة ومخصصة للأطفال. تعزيزا للحمة، جيش أمة فتح مركز تدريب المشاة للفرقة 40، فتح أبوابه أمام المواطنين في يوم إعلامي مكنهم من الاطلاع على مختلف التشكيلات التي يحتويها المركز. من جهتها نظمت مؤسسة الاحتياط العام للسيارات والآليات والعتاد الشهيد حواشي العربي بالناحية العسكرية الرابعة بالأغواط، نظمت زيارة موجهة للإعلاميين بهدف التعريف بمهامها في الصيانة والمراقبة التقنية للسيارات. وحسب وزارة الدفاع الوطني، وفي إطار محاربة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم أمس إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمن رست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى شمن ماس مهما المدعو الزرقاوي وموسى حسين المدعو أبو عبد الكريم، والذين التحق بالجماعة الإرهابية في 2009 وفي 2015 على التوالي. الإرهابيان كان بحوزتهما قاذف صاروخي من نوع RPG-7 ورشاش ثقيل ومسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وقذيفة، وأزيد من 10,000 طلقة من مختلف الأعيارات. وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس بسطيف تاجري مخدرات بحوزتهما أكثر من 20,000 قرص مهلوس، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات بحوزته 25 كيلوغرام من الكيف المعالج بغليزان. من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش بتمن رست أوقفت 20 مناقبا عن الذهب من جنسيات مختلفة وضبطت أجهزة ومعدات، فيما تم توقيف 32 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من تمن رست، بسكرة، وعين أمينس.
تخليدا لشهداء ثورة تحريرية وتكريما لمجاهدي ثورة التحرير المجيدة وشهداء منطقة أقصى الجنوب، نظمت كل من جمعية مشعل الشهيد وجريدة المجاهد ندوة تاريخية نشطها أساتذة جامعيون بحضور شخصيات وطنية وبرلمانية، حيث تم التطرق إلى التضحيات ومشاركة أهل الجنوب في الثورة التحريرية. نستمع. لما سقطت عين صالح بيد الفرنسيين ابتهج الفرنسيون، لأن هذا هو المفتاح، المفتاح الذي يفتح لهم الجنوب. أنا ما نشوفش ما كتبه المؤرخون الفرنسيون، لازم نشوف وش ماذا كتب العسكريون في مذكراتهم وفي تقاريرهم، لأن هذه هي اللي تجيب الحقيقة. لأن العسكري باش يتقدم ويطلب التعزيزات يزم يعطي الوضع الحقيقي ويبرر مطالبه. ونبقى مع الذاكرة لنتعرف من خلال هذا الروبورتاج على متحف جريدة الجمهورية بوهران، الفضاء التاريخي الذي يوثق للجريدة والمنطقة بما يحتوي عليه من أرشيف. خضر الشكر تفصل. بشارع بن سنوس حميدة بوهران تتخذ أقدم صحيفة ورقية مقر لها منذ تأسيسها سنة 1844. سنوات من العمل الصحفي يختزلها هذا المكان، متحف الجمهورية، عبر أجنحته التي توثق في كل ركن فيها لتاريخ تطور الجريدة والصحافة المكتوبة. فضاء كان فارغ، قلنا لماذا علاش ما نظموش هذا الفرق، مادام عندنا صور، عندنا جرائد، عندنا تاريخ، عندنا ذاكرة، قلنا علاش ما نحاولوش نجمعوا كل هذا ونتقسموهم مع القارئ تاعنا. أخبار مكتوبة وأخرى مصورة ووثائق تاريخية قديمة ونادرة ومعدات تصوير طباعة ونسخ مقتنية فريدة من نوعها تصنع ذاكرة المكان. حاولنا من تأسيسها في 1844 كجريدة كولونيالية، مرحلة ثانية حاولنا أننا نجمع الصور نتاع المصورين تاعنا. الحاجة الثالثة درنا أقسام، قسم للرياضة، قسم للثقافة، قسم للتاريخ. هذا هو عدد أول من جريدة ليكودورو صادر باللغة الفرنسية 12 أكتوبر 1844، كان عبارة عن صفحتين، سيتي دي بيلتان دانفورماسيون. متحف الجمهورية بما يحتوي من معروضات تاريخية هي اليوم في متناول المهتمين والزوار في هذا الفضاء الذي يستحق فعلا الزيارة والتوقف. فيما يلي مختصرة دولية بتوقيع فايزة سحرة. في وقت يشهد فيه مجلس العموم ببريطانيا جدالا بين حزب العمال والمحافظين بشأن بريكسيت، وتسعى فيه تيريزا ماي إلى كسب الرهان بخطتها البديلة، يبدأ البرلمان الأوروبي إجراءاته للتصديق على اتفاق الخروج. في مدريد سائقو سيارات الأجرة في إضراب لثالث يوم على التوالي، ومئات منهم يحتجون بشارع رئيسي مؤد إلى أكبر معرض سياحي. السبب حسبهم هي المنافسة التي يلقونها من السيارات التي تحجز إلكترونيا. سيباهيل بلغة الزولو المحلية تعني الجمال، وترمز هنا إلى مجموعة من الدمى تمثل الجمال الأفريقي، قامت بإطلاقها مؤسسة ناشئة بجنوب أفريقيا، وأملها أن تنافس باربي وتقوي الثقة بالنفس لدى الطفل الأفريقي. بالعودة إلى أخبارنا الوطنية، أكد وزير الثقافة عز الدين مهوبي أكد ضرورة ترسيخ ثقافة العرفان خلال إشرافه بالمكتبة الوطنية بالحامة على تأبينية للراحلة نسيمة سعدون رئيسة مصلحة بقسم المدونات. إنني سعيد جدا بأن أرى المكتبة الوطنية بكل أبنائها وكل إطاراتها يحضرون في هذه التأبينية التي تليق بسيدة من سيدات المكتبة الوطنية، بسيدة من سيدات الثقافة التي نريدها أن تتأسس في حياتنا، وهي ثقافة الوفاء والعرفان. وحلة جديدة اكتستها حديقة براغ بباب الواد بالعاصمة، والتي حملت اسم الفنان الراحل أعمار الزاهي التي طالما ألهمته بما تسخر به من مقومات. كاتيا عباد والمزيد.
في حي القصبة العتيق وبين ثنايا حديقة براغ وتحت ظلال هذه الشجرة كان عمر الزاهي يداعب أوتار آلة المندول. يكاد المكان ينطق جملا موسيقية عذبة حفظتها أذان المحبين والعاشقين والملاعين بالشعبي. عمر دون دومين دو ميوزيك شعبي لا أبورتي بوكو تشوز. لا أبورتي أنا كي غني عمر الشعبي ديفيان بور موا دو داج باسكو سي دو لا كرياسيون. عمر الزاهي من دار اللي كان يريح فيه مي بريفيري يعني ترونكيل على المضمو تاع الناس يجي لهاد الشجره هادية. هذا هو المضرب تاعو في هاد الحديقه البراق ودوكا راهي غير نقول نقدروا نقولوا راهي عمر زاهي كان مش عارف يتخلوا فيها يتخلوا فيها ما تكونش تعرفي حق يحب يريح وحده يقصر مع روحه شويه يتفكر الاحباب. تصوروا أن هذه الفسحة المكانية استقبلت روائع غنائية عديدة حيث التقت هنا الحراز، المقدين الزين، بحر الطوفان، يا ضيف الله وغيرها. أنا نحب نسمع الغناء تاع عمر الزاهي لحد الآن مازالني نسمعه في الدار دوكا هكذايا عندي فلاش ديسك تاع عمر الزاهي. وهاد الجنينة هادية عمر مسكين الله يرحمه ويسع عليه كان مور الظهر مور العصر يجي يريح هنا كيما الشجرة هادية إنسان متواضع فنانين يجوا له كان عزيز رايس كان كيما يقول لك المهم بزاف فنانين يجوا بصح وشنو كان هادي البلاصة اللي بريفيري يريح فيها عمر. حديقة براغ متحف طبيعي يضم نباتات نادرة وأشجارا يفوق عمرها 150 سنة هي اليوم وبعد ترميمها متنفس للعائلات العاصمية لاستحضار ذكريات الزمن الجميل. عينك يا قلبي بركاك نمر إلى التذكير بأبرز ما ورد في نشرتنا اليوم. تأكيد للدور الرقابي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ضمان شفافية الرئاسية القادمة ودعوة للتنسيق بين كل الأطراف لإنجاح الموعد. الفريق أحمد قايد صالح يشدد على أهمية اليقظة العالية والعمل الاستباقي لأفراد الجيش الوطني الشعبي في لقائه بقيادة الناحية العسكرية الأولى. مكتتبو عدل واحد واثنين بإمكانهم تسديد الأشطر المالية المتبقية. ومتابعة أشغال الإنجاز عبر تطبيق إلكتروني جديد شهر فبراير المقبل. تابعنا كذلك المعرض الدولي للسيراميك والرخام يختتم بعقد شراكات للتصدير. وخريجو مراكز التكوين المهني بتيارت يسهمون في مردود المؤسسة المصغرة. تابعنا كذلك ومن المشهد الثقافي من حديقة براغ إلى حديقة عمر الزاهي مسيرة هيام وإلهام بين الفنان والمكان. للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية دائما في خدمتكم. شكرا لكم والسلام عليكم.